انا طالب ادرس في امريكا أي. بس حاليا متواجد في الدوله. اي لكن عندي سؤالين. السؤال الاول، انا احنا في قبل اسبوع راد، وعندي اخواني وعندي عيال عمي في امريكا، فاحنا نصوم، لكن يا شيخ اللي نشوفه قدامنا شيء يعني غير معقول، هل هذا يجوز ولا كيف يعني؟ قصدك يعني كثره المنكرات والمحرمات؟ كثره المنكرات والاشياء يعني ما الله يعيننا وياك يا زيد. طبعا الواحد يجتهد يا زيد يغض بصره، او زايد عفوا زايد يجتهد انه يغض بصره عن هالامور، ويسال الله تعالى يتقبله منه ما دام انه امر أنت ما ذهب تبحث عنه، إنما هو موجود في الشارع، في الجامعة، في سوبر ماركت غصبا عنك، فما عليك بأس.